احنا في التقل ما نخلي اي مقدار احتياطي. احنا لان المساله الاحتياطيه مختلفه من مرجع لمرجع صراحه. يعني المرجع الاول يحتاط 10 نقاط، الثاني يحتاط 5 نقاط. احنا ما نقدر نروح نحدد، احنا كفلكيين نروح على الظاهره الفلكيه. قالوا لنا 18 درجه هو وقت صلاه او وقت الفجر الصادق، فراح نعتمد صلاة الفجر 18 درجة، والمسألة الاحتياطية يعتمد على الشخص والمكلف. المكلف والمرجع.